قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بسم الله الرحمن الرحيم. قواعد الوحدة الثالثة، المنهج الجديد، ووصلنا للموضوع القواعدي الثاني اللي موجود بالوحدة الثالثة اللي هو الموافقة وعدم الموافقة. الموافقة باللغة الإنجليزية هي agreement، وعدم الموافقة disagreement. هاي dis. أوكي. شنو هذا الموضوع؟ هذا الموضوع إنه أنا أوافق. مثلاً واحد يقول لي أنا أحب الشوكليت، هاي عندكم بالمنهج، أنا راح أقول له وأنا كذلك أوافق بنفس الكلام مالته أو عدم موافقة. فموافقة هي راح يكون بها قواعد، وعدم موافقة راح يكون بها هماتين قواعد. فنجيهم واحدة واحدة. نجي أول شيء للموافقة. الموافقة شنو قلنا باللغة الإنجليزية؟ هي agreement. هاي هماتي لازم تحفظها، وانت من تشوف agreement خلي بالك هذا الموضوع agreement. تمام؟ اوكي. بالموافقة شنو اللي راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا اثنين راح نستخدمهن، اللي هن so والنيذر. so والنيذر، لان النيذر راح نستخدمهن بهذا الموضوع. زين، شو وقت انا استخدم so وشو وقت استخدم النيذر؟ so تستخدم مع الجمل المثبتة. تمام؟ زين، شنو مثبتة؟ يعني ماكو نات. خلي نتفق على انه ماكو نات، مثبتة ما بيها نات. زين، النيذر شو وقت نستخدمها؟ لما يكون عد جمل منفية. اذا هاي تستخدم مع الجمل المنفية. اوكي، خلينا نقول اكو نات. تمام، هاي اهم ملاحظة، والموافقة كلها تحكي على هذا الاثنين اللي هن سو والنيذر. سو شو وقت استخدمها؟ لما يكون عدة جملة مثبتة. شنو يعني مثبتة؟ ماكو نات. من نشوف ماكو نات او الاختصار مالتها هيك شيء. تمام، فخلي بالك هاي الجملة مثبتة، مثبتة يعني ما بيها نات. والنيذر شو وقت تستخدمها؟ لما يكون عندك الجملة منفية، لما نشوف اكو نات، لما نشوف نات او الاختصار مالتها، فخلي بالك تستخدم لها النيذر. هو بالكتاب مخلي لكم فقط هاي الملاحظة وحالك عليها تمارين وهيك اشياء. بس شنو؟ اكو اختلاف بالفعل المساعد، مرة يكون بالزوام وار، مرة يكون بالدو والداز، مرة يكون الماضي، بما يكون بالمضارع. فخليني نجي حتى نسهل هذا الموضوع اكثر ونجاوب عن اي سؤال يجينا. راح يصير عندنا انواع اسئله، انواع الاسئله، انواع الاسئله اللي تجينا عن الموافقه. عندنا ثلاث انواع. النوع الاول، راح يكون به او شلون انا اعرف انه هذا النوع الاول؟ النوع الاول نعرفه من خلال نتعرف على هذا النوع من خلال وجود. شنو هو وجود؟ is لو ام لو ار. هذا اللي من نشوفهن بجملة السؤال. خلي ببالك هذا نوع اول. وشون تكون قاعدة السو والنيذر؟ وتكون قاعدة السو والنيذر كالاتي. راح تكون القاعدة مالتهن كالاتي. احنا قلنا شو وقت نستخدم السوب بالمثبتة، والنيذر شو وقت نستخدمها بالمنفية. فراح تكون القاعدة مالتهم كالاتي: so am I او neither am I. لان اني دا اوافق بالنسبة الي، فراح استخدم الضمير I، والاي ايش تاخذ؟ تاخذ am. هذا شو وقت اطبق هذا الاثنين؟ لما يكون عندي النوع الاول وجود is لو ام لو ار. انت من شوف ان هذين بجمله السؤال، فراح تكون so am I. شو وقت هذه؟ هذه من ماكو not راح تستخدمها، وهذه شو وقت تستخدمها؟ من اكو not. تمام، اعطيني السؤال. مثلا I am afraid of dogs. تمام، هذه انطيك اياها بالامتحان، اقول لك سوي لي اياها agreement، سوي لي اياها موافقه. شلون نسويها موافقه؟
أجي حتى أسويها موافقة. بالموافقة أنا عندي اثنين أساسيات موافقة، هذا موضوعي، عندي اثنين أساسيات النسو والنيذر. هسا أشوف الجملة مثبتة لو منفية، الجملة هنا أكو بيها نات ماكو نات ماكو نات، إذا بما أنه ماكو نات شو أنزل؟ أنزل قبل بالحل مالتي قبل أنزل السو. بعدها هاي الجملة هي نوع أول لو نوع ثاني لو نوع ثالث؟ هسا احنا خدنا بس النوع الأول. إيش بيها هاي الجملة؟ موجود بيها آم، بما أنه موجود بيها آم إذا لقينا آم. إذا إيش راح يصير؟ أنا نزلت سو، شو يجي وياها؟ آم آي. إذا الحل مالتي سو آم آي، هذا الحل مالتي، فقط تكتب هيجي أو كافي. زين اعطيني سؤال ثاني. سؤال ثاني مثلا he isn't watching TV مثلا، اوكي، وهنا انا اقول لك سوي لياها agreement، سوي لياها موافقة. زين شلون راح اسويها موافقة؟ اول شيء بالموافقة قبل بس يعطيك موافقة، يقول لك موافقة قبل فكر لي بالسو والنيذر. الجملة مثبتة لو منفية؟ هسه هاي الجملة اللي اجتنا مثبتة لو منفية؟ بيها نفي بيها نات، اذا بما انه موجود نات ايش راح تستخدم؟ راح تستخدم قبل النيذر اكو نات، اذا قبل نزل بالحل مالتك نيذر، هاي اول خطوة تسويها. زين بعدها هاي نوع اول ونوع ثاني ونوع ثالث؟ نوع اول شلون عرفت؟ موجود بيها از، بما انه موجود از اذا هنا لقيت از، اذا الحل مالتي راح يصير انا نزلت النيذر راح يجي وراها شنو؟ ام اي، اذا الحل مالتي ام اي كمل. ها بالنسبه لي النوع الاول. اجي على النوع الثاني، خلينا نمسح هذا النوع ونكتب النوع الثاني هنا. أنا النوع الثاني النوع الثاني شلون اتعرف على جملة السؤال؟ نتعرف على هذا النوع من خلال وجود مضارع بسيط. زين شلون انا طالب ما اعرف المضارع البسيط؟ المضارع البسيط انه وجود دو او داز، او وجود شنو؟ فعل مجرد او فعل بي اس. هذا اني من نشوف فعل بي اس، فعل مجرد، فعل دو، الفعل المساعد الدو او الداز، هذا اني من نشوفهن راح يكون القاعده مالت السو والنيذر، وتكون قاعده سو والنيذر كالاتي. شلون راح تكون؟ انا بالنسبه لي دا اقول فراح تكون سو دو اي، لان الاي تاخذ دو، او نيذر دو اي، هاي هماتي يعني القاعده تحفظها، هاي النوع الثاني. تمام عندكم سؤال واحد هو اي لوف تشوكليت، اي لوف تشوكليت. تمام هذه سوي لياها موافقه، سوي لياها اجريمنت. تمام حتى اسويها موافقه قايل لي اجريمنت، اوكي بالبدايه اول شيء افكر بيه انزل سولو نيذر. هاي الجمله اللي طانياها اي لوف شوكليت مثبته لو منفيه؟ اكو نات لو ماكو نات؟ ماكو نات. اذا شو تنزل قبل الحل مالتك؟ تنزل سو، هاي اول خطوه. ثاني شيء نوع اول لو نوع ثاني؟ بيها از لو ام لو ار هاي الجمله؟ النوع الاول بيز وام وار، بها از وام وار ما بيها، اذا هذه مو نوع اول. النوع الثاني دو او داز او فعل مجرد او فعل بي اس، هاي ايش بيها؟ بها فعل مجرد، الاي ايش تاخذ؟ تاخذ فعل مجرد، اللوف هو فعل مجرد، اذا هذا نوع ثاني. انا نزلت السو بعدها ايش يجي؟ دو اي، اذا الحل مالتي دو اي. تمام ها بالنسبه للنوع الثاني. نجي للنوع الثالث والأخير بي الموافقة. النوع الثالث نتعرف على هذا النوع من خلال وجود شنو؟ وجود ماضي بسيط. أعرف أنه هذا النوع من خلال وجود ماضي بسيط. يعني الماضي البسيط أنا ما أعرفه، الماضي البسيط تعرفه من خلال وجود الدت أو الشوف فعل بإيدي أو الشوف فعل شاذ. هذني من نشوفهن بجملة السؤال؟ خلي ببالك هاي النوع الثالث، وراح تكون قاعدة السو والنيذر، وتكون قاعدة سو والنيذر
كالآتي. شلون راح تصير so did I لأن ماضي أو neither did I. هذا النوع الثالث والأخير وتخلص الموافقة. أعطيني سؤال مثلا I didn't watch films. اوكي هاي سوي لياها agreement، سوي لياها موافقة. زين شلون راح اسوي موافقة؟ اجي اول شيء انا اول ما يقول لي موافقة عدم موافقة قبل افكر بالسو والنيذر، الجملة مثبتة لو منفية، الجملة هنا بيها نفي لو لا بيها نفي، هاي النات. اذا هاي بما انه منفية شنزل انزل قبل النيذر، اذا قبل هاي نزل نيذر. بعدها نوع اول لو نوع ثاني لو نوع ثالث، هذه بيها از وام وار، هاي جملة السؤال ما بيها، بيها مضارع بسيط ما بيها، بيها didn't هاي بيها did. اوكي بما انه بيها didn't اذا هنا انت نزلت النيذر، شو يجي وراها؟ did I. تمام هذا الحل مالتك. او مثلا اقول I نفس السؤال راح اكتبه بس راح اغير الصيغة، واعتقد هو اللي عندكم بالمنهج I watched a new film. تمام هاي سوي لياها agreement، سوي لياها موافقة. زين يجيني يجي بالامتحان انا شلون احل؟ اول شيء اشوف الجملة مثبتة لو منفية، الجملة هنا أنا بيها نفي بيها نات ما بيها نات، اذا شو تنزل قبل؟ نزل السو. بعدها نوع اول لو نوع ثاني لو نوع ثالث، نوع ثالث شلون عرفت؟ وجود فعل بايدي، بما انه لقيت فعل بايدي انا نزلت السو، شو يجي وراها؟ did I. تمام هاي بالنسبة للموافقة وشون تجاوب عنها. نجي لعدم الموافقة. عدم الموافقة، عدم الموافقة شنو باللغة الإنجليزية؟ disagreement. هاي بنشوفها بالامتحان، خلي بالك هذه عدم موافقة. عدم موافقة شلون راح تكون؟ شوف هنا عندنا ملاحظات. الملاحظة الأولى لا نستخدم السو والنيذر في عدم الموافقة، هاي أول ملاحظة، ما راح نستخدم لا السو ولا النيذر بعدم الموافقة، مو تقبل تجيب سو أو نيذر، من راح نستخدم هنا؟ الملاحظة الثانية يكون الحل عكس جملة السؤال. إذا كانت الجملة مثبتة يكون الجواب منفي، وإذا كانت الجملة منفية يكون الجواب مثبت. بالعكس انت عندك عدم موافقة نفس الانواع، النوع الاول ما راح اكتب لك الهاية، راح اقول لك النوع الاول. بالنوع الاول، النوع الاول شلون نعرفه؟ قلنا نشوف از لو ام لو ار، راح يصير بالنوع الاول من نشوف از وام وار بالسؤال راح يصير عدم موافقة، تكتب اي ام او اي ام نوت، هيك يكون عدم موافقة. زين شو وقت تستخدم هاي وشو وقت تستخدم هاي؟ شو وقت تستخدم I am وشو وقت تستخدم I am not؟ هنا انا ايش قلت لك؟ قلت لك يكون عكس جملة السؤال. اذا هنا انا مثبتة من يكون عندك نفي، هذه نفي من يكون عندك جملة السؤال منفي، وهذه شو وقت تستخدمها؟ من يكون عندي مثبت. تمام هذه بعدم الموافقة النوع الاول. اعطيني السؤال he is isn't مثلا watching TV. اوكي وهاي سوي لياها disagreement، سوي لياها عدم موافقة. اوكي هنا عدم موافقة، ما دا يقول لي موافقة حتى استخدم السؤال النيذر.
بما انه عدم موافقه اشوف هي نوع اول ونوع ثاني ونوع ثالث. هاي نوع اول شلون عرفت موجود بها از؟ تمام قبل بما انه موجود از اذا هنا الحكي لو انزل لو اي ام لو اي ام نوت. هاي الجمله مثبته لو منفيه؟ منفيه. اكو نفيه اكو نوت. بما ان الجمله منفيه ايش راح تكتب انت؟ الحل مالتك راح يكون اي ام. ففقط تكتب اي ام هذا الحل مالتك. تمام انت عكس جمله السؤال، جمله منفيه بها نات خلي مثبت. شفت ماكو نات هسه خلي اشيل هاي. ايش راح يصير الحل هسه اذا ماكو نات؟ راح يصير اي ام نات. اذا هيك اي ام نات. تمام هذا بالنسبه للنوع الاول. اجي لي النوع الثاني بعدم الموافقه. النوع الثاني نوع الثاني شلون نعرفه؟ من خلال وجود مضارع بسيط. اشوف دو او داز او ديد، دو او داز او فعل بي اس او فعل مجرد. شلون راح تكون القاعده؟ اي دو او اي دو نوت. هاي قاعده النوع الثاني بعدم الموافقه. النوع الثالث شلون اعرفه؟ النوع الثالث خلي اكتب هنا النوع الثالث. نوع ثالث شلون اعرفه؟ قلنا من خلال وجود ماضي بسيط. الماضي بسيط شلون اعرفه؟ بوجود ديد او فعل بيدي او فعل شاذ. فراح تصير القاعده اي ديد او اي ديد نوت. هذه هم مالتين القاعده بالنوع الثالث. ايش وقت تستخدم هاي ايش وقت تستخدم هذه؟ هذه لما يكون عندك نفي. هذه ايش وقت تستخدمها؟ لما يكون عندك مثبت. هذه هماتي يعني هاي عندك نفي وهاي عندك مثبت. هاي بالنسبة لعدم الموافقة. اعطيني سؤال مثلا my mother مثلا my mother isn't afraid. هاي عندكم بي المنهج وجاي هواي بي الوزاري of dogs. هاي سوي لياها عدم موافقة disagreement عدم موافقة. زين انا اذا حتى اسوي عدم موافقة بعدم الموافقة لازم اشوف النوع اول لو نوع ثاني لو نوع ثالث. هسه النوع الاول وجود از موجود بها از لو ام لو ار؟ اي موجود هذا از. بما انه موجود بها از شلون راح يصير اذا النوع اول؟ لو اخلي لو اي ام لو اي ام نوت. هنا الجملة منفية بما انه بها نات ايش راح يكون الحل مالتك؟ بالعكس انت تكتب اي ام فقط. ها بالنسبه لعدم الموافقه. خل اكتب لي بعد السؤال حتى تثبت اكثر. السؤال الثاني اي بلاي فوتبول. هاي سوي لي اياها ديس اجريمنت. تولياها عدم موافقة. زين اسويها عدم موافقة. هاي نوع اول ولا نوع ثاني ولا نوع ثالث؟ هذه نوع ثاني. شلون عرفت؟ وجود فعل مجرد. هذا فعل مجرد اللي هو الاي ياخذ فعل مجرد. بما انه هنا عندي فعل مجرد اذا هذا نوع ثاني. نوع ثاني فعل مجرد. لو انزل لو اي دو لو اي دو نوت. الجملة مثبتة لو منفية؟ الجملة مثبتة. شو تخلي انت بعدم الموافقة؟ خلينا في اي دونت. هاي عدم موافقة. زين إذا خليت هنا إيدي شلون راح يصير الحل مالتي؟ هنا صارت الجملة بالماضي. إذا نكتب I did not. إذا صارت عندي بها إيدي. هاي بالنسبة لي الموافقة وعدم الموافقة. تعال خلي نروح نحل الأسئلة اللي تجيك. شلون تجيك صيغة السؤال بالامتحان الوزاري ونحلها مالتين التمرين اللي موجود عندكم بالمنهج. نجي للصيغة في الامتحان. هنا أنا I like swimming. أوكي ومنزل لك هو so. يقول لك تختار لي am لو did لو do. يعني تختار لي نوع أول ونوع ثاني ونوع ثالث. هنا أنا عندي فعل مجرد. هذا فعل مجرد. هنا أنا like I like فعل مجرد. بما أنه موجود فعل مجرد إيش تختار؟ تختار do. السؤال الثاني I went to cinema yesterday. قال لي answer using so or neither.
جاوب باستخدام السؤال والنظر. يعني هنا من دا يقول لي ما قال لي موافقة، هنا دا يقول لي استخدم السؤال والنظر، يعني شنو موافقة؟ لأن أنا بس بالموافقة عندي السؤال والنظر. فأجي أول شيء أشوف الجملة مثبتة ولا منفية. الجملة مثبتة شو تنزل؟ قبل نزلت السؤال، بعدها نوع أول ونوع ثاني ونوع ثالث. هذه الجملة نوع ثالث. شلون عرفت؟ عدي فعل شاذ، هذا هو الماضي مال جو، فصايره وينت، فاي وينت. بما انه عدي فعل شاذ نزلت، سو ديت اي. السؤال الثالث، اي ام نوت افريد اوف ريت، قايل لي شو يور ديس اجريمنت، عدم موافقه. عدم موافقه قبل اشوف نوع اول ونوع ثاني ونوع ثالث. بما انه موجوده ام، اذا تنزل اي ام فقط. ليش نزلت اي ام؟ لان عندك نفي بالعكس. السؤال الرابع، I hate horses، ده يقول لك تختار لي I do لو I don't، يعني مثبتة لو منفية، هاي عدم موافقة. هنا الجملة مثبتة، ايش راح تكتب الت؟ تكتب نفي، يعني الاختيار مالتك I don't، لأن يعني الجملة مثبتة. السؤال اللي بعده خمسة، I don't like traveling، I يقول لك تختار لي do لو don't. بما انه عندي نفي I don't، ايش اختار؟ اختار I do. ليش I do؟ لأن عدي نفي، عدم موافقة. I am happy to see you again، هاي الجملة يقول لك تختار لي سول ونيذر. هسا احنا باختيار السول والنيذر على من نعتمد؟ نعتمد على انه الجملة مثبتة لو منفية. فهاي الجملة هذه اللي منطيني اياها مثبتة لو منفية، هاي الجملة مثبتة ما بها نات، اذا شو اختار؟ الاختيار مالتي هو السول. نجي لي التمرين اللي عندكم، تمرين بصفحة 38. هنا يقول لي I love chocolate، سوي لي اياها مرة موافقة وسوي لي اياها عدم موافقة. راح نسويها بالموافقة. اول شيء اذا اريد انزل سو او نيذر، نزل سو، بعدها نوع اول ونوع ثاني ونوع ثالث. هنا عندي نوع ثاني، شلون عرفت؟ وجود فعل مجرد love، اذا do I، عدم موافقة. نوع الثاني I don't، ليش؟ لان عندي الجملة مثبتة. اللي بعدها I don't like horror stories، عدم بالبداية نسوي موافقة. بالموافقة إذا أريد أسوي بالامتحان، هو يقول لك فقط، يقول لك هيك صيغة السؤال، يقول لك سوي لي إياها agreement مثلا، ما راح يقول لك سوي لي إياها اثنيناتهم. فأنت إذا قال لك موافقة راح يكون الجواب مالتك فقط هذا اللي بالبداية. فبالموافقة شلون راح يكون الحل مالتي؟ أنزل لو سوني لو سولو نيذر. هسه الجملة مثبتة لو منفية؟ الجملة منفية بها نات، ايش راح تنزل؟ نزل النيذر. بعدها بما أنه موجودة دو، إذا هذا النوع ثاني، ايش راح يصير؟ نيذر دو اي. إذا يقول لك عدم موافقة disagreements، راح تنزل I do، ليش؟ لأن الجملة منفية. السؤال اللي بعده I am not، خلينا نحل هذا السؤال. I am not afraid of rates، أوكي؟ سوي لي إياها مرة موافقة agreement، يعني هيك بالامتحان أقول لك agreement، سوي لي إياها. إذا تيجي تسويها موافقة، أول شيء تنزل لو سولو نيذر. هسا هاي الجملة مثبتة لو منفية؟ منفية، منفية، فراح يكون نيذر. ليش نزلت نيذر؟ لأن عندك بها نفي، نزلت نيذر. بعدها نوع أول ونوع ثاني ونوع ثالث. نوع ثاني، العفو، نوع أول راح يصير أم أي، صارت خربطة. إذا أريد أسوي عدم موافقة disagreement، شلون راح يكون على هذا السؤال؟ أقول أي، أي ليش هذا الخط؟ أي أم، ليش أي أم؟ لأن الجملة عندك منفية، فخليت أي أم، هذا الحل مالتها. اللي بعدها my mother is afraid of dogs، بالبداية أسوي موافقة so am I، ليش؟ لأن عندي is، وعدم موافقة بالعكس I am not. السؤال اللي بعده my favorite stories، أوكي هذه my favorite stories are، بما أنه عندي are إذن هذا نوع أول، بالموافقة راح تصير so am I، ليش؟ لأن الجملة مثبتة am I، بعدها بعدم موافقة بالعكس I am not. ها بالنسبة لموضوع الموافقة وعدم الموافقة، ما بي شيء، ركز بالملاحظات، اقراهن، رددهن اكثر حتى، وفرق بين الانواع اللي موجودات عندكم، نوع اول ونوع ثاني ونوع ثالث، وراح تضبط هذا الموضوع. لنا خلصت هاي المحاضرة، اتمنى استفاديت، ومع السلامه.